صباح الخير طلاب، وصلنا عند درس السنسيتيفيتي. فاليوم إن شاء الله نبدأ باختبار الحساسية. طبعا احنا تكلمنا بالمحاضرات السابقة عن الميديات وشفنا شنو طرق زراعة الميديا، واليوم راح ناخذ السنسيتيفيتي اللي هو احنا قلنا انه راح نستفاد من واحدة من طرق الزراعة إذا تذكرون، اللي هي السبريدنج أو السبريدنج، هي الأصح أنه نقول سبريدنج بس يعني حتى اللفظة تبين ويانا شكل الكلمة فنقول سبريدنج. قلنا رح نستفاد منها باختبار السنسيتيفيتي اللي هو اختبار الحساسية. بداية يعرف لي الأنتيبيوتيك حتى يدخل بموضوع الحساسية، فيبدأ يقول لي يعني مثل اللي يقول انه معنات الحساسية هي لمنه، طبعا هي حساسية البكتيريا لا الانتيبايتك. كيف راح تتحسس البكتيريا من الانتيبايتكس اللي انا راح اخليه بالطبق. فنبدأ نتكلم عن تعريف الانتيبايتك، وهذا يجيكم اكيد بالامتحان تعريف، لأنها يعني تيجي مثلا التعريف كامل وأترك لكم فراغ أنتوا تكتبون الأنتيبايتك، يا أن يجي يعني صح وخطأ أو فراغات. تمام، الأنتيبايتك تعريفها ومن يجي تعريف يعني عرف الأنتيبايتكس كامل. Substance produced by microorganism، هي عبارة عن مواد produced اللي هي تنتج من المايكرو أورجانيزم من الأحياء المجهرية الصغيرة، or similar substances أو هي مواد مشابهة produced wholly or partially، تنتج بشكل كامل wholly يعني كامل أو partially، مش partially نقول partially، جزئيا من or chemical عفوا كليا أو جزئيا أو كيميائيا، تصنع synthesis يعني تصنع، which is low concentration inhibit growth of other microorganisms، اللي رح يكون تركيزها القليل low concentration مالتها رح يعمل inhibition، رح يسوي inhibit تهبيط أو تثبيط لنمو الأحياء المجهرية الأخرى. يعني ببساطة هي مواد رح استخلصها من أحياء مجهرية أو إني رح أصنعها بشكل كامل أو جزئي أو كيميائي من concentration قليل، من تركيز قليل من أحياء مجهرية أخرى. تمام، source of antibiotics اللي هو شنو مصادر الانتيبايتكس، من وين نجيبها يعني. تمام، عندي واحد produced by microorganism، تنتج من الأحياء المجهرية قلناها. مثال عليها الباسيتراسين بوليمكسين، وهاي راح يصير لها obtain from bacilli gram positive، راح ناخذها هاي الانتيبايتكسين، المثالات اللي اعطانا اياها، الأمثلة عفوا اللي اعطانا اياها، راح تأخذ من الباسيلاي لجرام بوزيتيف، من عصويات تكون موجبة لصبغة جرام. تمام، ستريبتومايسين وتتراسايكلين from ستريبتومايسس، دي يقول لنا همين اكو عندنا انتيبايتكس اسم الستريبتومايسين اكو تتراسايكلين، هذا من وين ناخذه؟ من عفن اسمه ستريبتومايسس. تمام، يعني أول شيء من الأحياء المجهرية وانطانا أمثلة عليها. اثنين، synthetic تصنيع عن طريق التصنيع، هاي احنا نتكلم عن مصادر الـ antibiotics. antibiotics معناتها تمام هسه يحضرني تحضرني الكلمة. المهم، اثنين، المصدر الثاني اني اصنع مضاد حيوي،
مضاد حيوي. السينثيتيك صناعية يعني أصنعها، وهي usually produced by synthetic process، بالعادة تنتج عن طريق عمليات صناعية. مثال الكلورو أنفينيكول، هذا مثال على أنتيبايتكس يصنع تصنيع. يعني شنو لما قلنا أنه تصنيع وقلنا usually يؤخذ بعمليات صناعية، معناته أنه هو wholly synthesis، من يعني أصنعها بشكل كامل، تصنيع بشكل كامل. عندي سيمي synthetic شبه مصنع، وهذا رح يكون part molecule produced by fermentation process، جزء من عنده رح ينتج من عملية تخميرية. fermentation process يعني عملية تخميرية، using microorganism مستخدم بيها الميكرو أورجانزم. أكيد أي تخمير طبعا لازم يكون بأحياء مجهرية. and the product is modified by chemical process، هذا البرودكت الناتج اللي طلع راح اشرح اسوي له، حعدله كيميائيا. يعني هسه فلنا نتخيل حتى تفهمون المثال، هو دي يقول لنا اكو انتيبايوتكس شبه مصنع، انه اجيب المادة وأعمل لها تخمير بالمايكرو أورجانزم. شلون العنب من يخلوه يختمر، مو صح؟ هم يخلون العنب برا ويختمر وبعدين يسوون به هاي الكحوليات. نفس الطريقة هو العنب ليش يصير هيجي؟ لأنه يبقى برا، فتطلع الأحياء المجهرية تنشط وبالتالي يتخمر العنب. هنا نفس الشيء قلنا تخمير يصير، لا هذا يعني أخمر بالمايكرو أورجانزم وأخذ المنتوج، وش راح أسوي بيه؟ أعدل عليه كيميائيا. تمام، مثال عليه البنسلين والكفلكس، شبه مصنع يعني، شبه مصنع. هم جبت أحياء مجهرية اشتغلت، طلعت جزء بعدين أخذته وديته للمختبر، عدلت عليه كيميائيا. تمام، عندي بعدين البكتيريسايدل. تمام، هذا البكتيريسايدل أريدكم تعرفون كل مقطع سايدل أو سايدل معناتها قاتل. بكتيريسايدل يعني قاتل بكتيري. هنا يقول إنه عفواً بس خليني أنتبه. أوكي، هسه لهناك خلصنا خلص الطرق تصنيع أو مصادر الأنتيبايوتكس، خلص هي ثلاثة. قلنا إنه هي تنتج عن طريق المايكرو أورجانزم بصورة كاملة مثل أول مثال، اثنين راح تكون مصنعة بصورة كاملة، وثلاثة راح تكون شبه مصنعة. هسه راح نروح على تعاريف اللي هي البكتيريسايدل. فتعريفها إنه أنتي مايكروبيال، هي عبارة عن مضاد حيوي، كيلز بكتيريا which newly formed example عليه الرافايدين والفاكوميسين والبوليمكسين. تمام، البكتيريا سايد اللي يقول هو عبارة عن مضاد حيوي يقتل البكتيريا اللي هي متكونة حديثا، newly formed يعني البكتيريا المتكونة حديثا. أما البكتيريا ستاتيك، ستات معناتها تثبيط، كل ستات ستاتيك يعني تثبيط، ديتش سايدل معناتها قتل. احفظوها هاي تفيدكم بالامتحان حتى تتذكرون التعريف. تمام، بكتيريا ستاتيك قلنا هي انتي مايكروبيال which inhibit the growth of bacteria، هي عبارة عن مضاد حيوي. ايش راح يسوي؟ يثبط النمو البكتيري، بس يثبطه مو يقتل. هذاك السايدل كان يقتل كل، هذا لا، بس راح يعمل inhibit. تمام، عندنا البورد سبيكتروم والنارو سبيكتروم، اللي هو البورد سبيكتروم اللي هو الطيف الواسع، والنارو سبيكتروم اللي هو الطيف الضيق. هسه من التعريف راح تفهمون شنو. البورد سبيكتروم هو انتيبايوتيك which affect gram positive و negative بكتيريا، يعني الانتيبايوتكس اللي راح يكون، اذا تقرون مرات على الشيشه مال الانتيبايوتكس مكتوب
بورد سبيكترم، يعني تأثيرها بورد يعني واسع عريض أو كبير. يعني شنو تأثيرها كبيرة خاصة بالمستشفيات؟ تشوف أغلب الأدوية مكتوب عليها بورد سبيكترم، لأنه يكون المريض وصل لحالة كلش تعبان، فهم شي يحاولون يسيطرون على المرض، فينطوا أنتيبايتكس يكون واسع يعني يقتل شكو بكتيريا قدامه، شكو ممرضات يقتلها. تمام، مثال عليها اللي هي ايش قلنا الانتيبايتكس which effect اي راح يأثر على منه، على البكتيريا الموجبة للسباتيجرام والبكتيريا السالبة للسباتيجرام. تمام، عندنا النارو سبيكترم اللي هو الضيف الضيق، وهذا راح نقول عليه انه هو انتيبايتكس which effect either جرام نيجاتيف او جرام بوزيتيف، راح يأثر فقط على نوع واحد النارو، يا انه راح يقتل النيجاتيف يا اما راح يقتل البوزيتيف. اريدكم هنا بالامتحان تتأكد اريدكم تتأكدوا بالامتحان انه ده يفصل عندي التصوير كأنه انه بالنارو تكتب لي اور، كلمة اور تكتب جرام نيجاتيف اور جرام بوزيتيف، اما بالبورد سبيكترام تكتبوا لي شنو؟ تكتبوا لي جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا. تمام.